أطلق صندوق العمل تمكين وجمعية البحرين لشركات التقنية النسخة الأولى من جائزة البحرين للتقنية، وذلك على هامش فعاليات الرواق الوطني البحريني في معرض جيتكس الذي تستضيفه دبي من 8 وحتى 12 من أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الجائزة مشاهدين انطلاقا من أهداف تشجيع ازدهار قطاع تقنية المعلومات وتعزيز فرص الاستدامة والتطوير المستمر وفقا للمعايير الدولية. هذا وأكد الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم جناحي أن الجائزة تهدف إلى تحفيز شركات تقنية المعلومات البحرينية لتطوير منتجاتها والخدمات التي تقدمها، ما من شأنه التأسيس لبناء كوادر محلية كفؤة في قطاع تقنية المعلومات، وهو ما ينسجم مع التطور الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين على طريق الارتقاء بأداء قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين، والذي يصب بشكل مباشر في أهداف رؤية مملكة البحرين 2030. توجه بالشكر طبعا حق تمكين لدعمها اللامحدود طبعا لكل الشركات البحرينية، ومن ضمنها احنا كشركة وطنية بدعمها 80% من التكلفة لعرض منتجاتنا وخدماتنا الإلكترونية، والتعريف بعد بالتطور اللي صاير في مملكة البحرين من ناحية التكنولوجيا المعلومات. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نستعرض وإياكم مشاهدين أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7194 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.9%، وكانت الخسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6660 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.2%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4429 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.35%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين، فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1279 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.4%. هذا وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة في بورصة البحرين 6.4 ملايين سهم وصك ووحدة بقيمة إجمالية قدرها 1.22 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 101 صفقة. وقد تداول المستثمرون 6.3 مليون سهم بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 99 صفقة. وقد تركز تعامل المستثمرون على قطاع الاستثمار والذي بلغت قيمة أسهمه 723 ألف دينار، أي ما نسبته 59% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.